الجمعة فرضت بمكة، والجمعة فرضت بمكة بصرف النظر بقى عن ان هي كانت تعلن او سر، لان احنا عرفنا الاذان اصلا فرض فين؟ في المدينة، زي ما الصلوات فرضت في مكة وكان الرسول بيصلي. وقول ابن الفرس إن إقامة الجمعة لم تكن بمكة قط يرده ما أخرجه ابن ماجة، ممكن يكون إعلان الجمعة والأذان لها وظهارها، يرده ابن ماجة بأخرجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الآذان يستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعا، فقلت: يا أبتاه، أرأيت صلاتك على، يعني دعائك، يعني استغفارك، فالصلاة أصلا معنى ليه؟ الدعاء، والاستغفار دعاء ولا لا؟ أستغفر الله لي ولكم، يعني أدعو الله أن يغفر لي ولكم. وصل عليه من صلاتك إيه؟ سكن له، يعني أدعو. فالصلاة هنا بمعنى إيه؟ الدعاء، والاستغفار دعاء. رأيت صلاتك على أسعد بن زرارة، كلما سمعت النداء بالجمعة، لما هذا؟ إيه الصلة والربط؟ قال: أي بني، يعني يا بني، كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو كان أول من جمع المسلمين وصلى بهم الجمعة فين؟ في المدينة. لكن معروف في المدينة المنورة أدام الله نورها وبركتها وأنالنا من بركاتها وبركة بيته العتيق، ولا حرمنا من الحرمين الشريفين ولا من القدس الشريف. معروف هناك مسجد اسمه مسجد الجمعة في ضواحي المدينة، وأنت نازل من قباء إلى المدينة، ربنا يرزقنا الصلاة فيه وفي قباء وفي مسجد الرسول في الحرم. سمي مسجد الجمعة لأن هذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك، قبل ما يأتي الرسول، كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه يصلي بالناس الجمعة. إذا كانت مفروضة ولا لا؟ إذا كانت مفروضة، مع أن الآية بتاعتها مدنية ولا مكية؟ مدني، سورة الجمعة مدني، وضحت؟ إذن يبقى ده من مثال ما تأخر نزوله عن إيه؟ عن حكمه، ما تأخر نزوله عن حكمه. ومن أمثلته قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، فإنها نزلت سنة 90، وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. قال ابن الحصار: فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوما، يعني إلى من تصرف الزكاة، يعني مصرفها، يعني مصارف الزكاة لمن، زي ما القرآن قال: ماذا كل ما أنفقتم من خلال الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وبعد ذلك حدد أيضا من يستحق، ولم يكن فيه قرآن متلو كما كان الوضوء معلوما قبل نزول آية الوضوء ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيدا به. هذا النوع الثاني عشر أصبح واضح عنوانه: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. واضح الآن؟ ولا ضير في ذلك ولا أي إشكال في ذلك أبدا. النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. جمع يتحقق في سورة،
سورة كاملة نزلت مجموعة مرة واحدة، وما نزل مفرق لأكثر القرآن، آية من سورة البقرة، آية من سورة آل عمران، آيتان، 15 متفرق. وبالوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الوحي: ضع هذه الآية في مكان كذا بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، للتفريق. الجمع أن تنزل السورة كلها إيه؟ مرة واحدة. هذا كل يرينا مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بإتقان كل شيء عن القرآن الكريم، كما قال منهم من قال: سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن مسعود وهو يطلب الناس يسألون عن كتاب الله: فما من آية نزلت بسهل أم بجبل، بليل أم بنهار، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. هذا كله نقل عن الصحابة جزاهم الله عنا وعن المسلمين وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، ورزقنا حبهم حبا متناميا زائدا إلى يوم القيامة، وبحبهم يجمعنا معهم. الأول اللي هو مفرق غالب القرآن، ومن أمثلتي في السور القصار اقرأ، فأول ما نزل منها 5 آيات الأولى، وكذلك الضحى إلى قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وبعد كده كملت الآيات في السورة ولكن لم تنزل السورة كاملة. من أمثلة الثانية، أي أن السورة نزلت مجموعة كلها دفعة واحدة، سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الكوثر، سورة تبت ولم يكن، والنصر إذا جاء نصر الله والفتح، والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نزلتا معا، نزلتا معا. ومنه في السور اللي هو أطول شوية من القصار سورة المرسلات، ففي المستدرك عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فأخذتها من فيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإن فاه رطب بها، يعني حديثة عهد. شوف المعاني الحلوة والحب والحرص، حتى الوصف يعني مش خدتها بعد ما نزلت بساعة ولا بيوم ولا اتنين، ده على طول جديدة نوفي من فيه رطبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤي بعين البصر، النور يتلألأ من بين ثناياه. ضف دي كمان لما يقول خدتها من ايه، أخذتها من فيه، يعني أخذ النور على طول من فيه صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، برأي العين، ومثبت هذا في كتب السير أنه إذا تكلم صلى الله عليه وسلم كان يرى النور يتلألأ من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. المؤمنون من يرون المؤمنون فقط، والله الكفار يعني كانوا الكفار مش سامع معلش، يعني المؤمنين اللي بيشتكي الرؤيا دي محكومه للمؤمنين ولا للعوام كلهم؟ مؤمنين وكفار. اذا شاء ربك، فكم راى الكفار من ايات والعياذ بالله. عارفين ابو جهل لما راى الجمل اللي وراى مش عارف الخلد، ومع ذلك فالله حكم. وتذكرت من مقوله يعني من رد على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا أبو جهل والملأ رأوا يتيم أبو طالب، ولكن لم يروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي، النبوة ديت إلى شأنه للآخر ولا هو بشر وفقط؟ بس
فمن الخطأ ومن أمور أخرى كثيرة يعني نفسية سيئة من يقف على كلمة بشر فقط في أي أمر من أمور. ولكن كما قال الله بشر إيه يوحى إليه، ولا نريد أن نخوض في هذا، ولكن هذا معروف، هذا نبي، وهو الآن نبي ولا مش نبي؟ هل انقطعت نبوته من الدنيا بموته أو بانتقاله؟ النبوة ثابتة له أبد الآبدين. ولا ايه رأيكم في كلام تاني؟ يبقى اللي كان يحصل مع النبي وهو على ظهر الأرض هو الآن أيضا نبي. المؤهل واحد ولا لا؟ من قطع المؤهل ومن قطع عطاء النبوة ليس مرتبطا بوجوده في على ظهر الأرض، لأن الأمر مش أرض، مش أمر جسم، مش أمر جسم كم سنتي في كم سنتي ولا كم متر. الأمر أمر، وأي واحد منا هو أمر جسم بالنسبة لنا؟ لا. والروح باقية ولا تموت؟ باقية. إذا من يفرق في حال بين حياة الرسول وموت الرسول لا يراجع نفسه، يراجع عقله، يراجع إيمانه، يراجع إيمانه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا في ابن مقدام المقدسي الحنبلي الإمام أحمد وفي كتب الفقه الأئمة أنه يستحب إذا زرت قبر النبي، إذا زرت النبي بقى في قبر صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيه جاءوك. هو اللي كان بيجاءوك هو حي، جاء عشان جسمه ولا جاء عشان بصفة النبوة؟ واستغفر لهم، جاءوك إيه؟ استغفروا الله وإيه؟ استغفرت لهم. هو بيستغفر عشان باللسان كده والجسم ولا بمعنى النبوة فيه؟ وبمعنى الحب الإلهي والاصطفاء الإلهي والمكانة الإلهية، هل انقطعت هذه المكانة؟ هل انقطعت هذه المعاني؟ هو اللي كان جاي للجسم ولا جاي لمعنى؟ هل انقطع المعنى؟ يبقى راجع عقله بقى من يفرق، يراجعون عقولهم وأفهامهم لهذه المعاني، وإلا فالأمر ليس مرتبطا بجسم أجسام مادية. فكثير من الحيوانات من هو أكبر جسما، معلش يعني هذا الأمر، لأن يتعجب الإنسان شد العجب كيف ألغى الناس عقولهم حتى في فهم كلام الله عز وجل. وبعدين يكذب لك ويتهم ويخطئ زورا وبهتانا وبدون علم، وكلها أمور تستفيد. لذلك حتى من العلماء من قال كلمة منطقية، قال: إن من يثبت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حياة الدنيا ويمنعها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى هو الذي أقرب إلى الشرك من التوحيد، لأنه رأى للجسم تأثيرا، رأى للحياة المادية، رأى لوجوده كمادة تأثيرا. مش كده ولا ايه؟ ما هو ايه الفرق؟ انه هو عايش زي ما قرأت، هو لك هيمشي ويعمل وما، يعني رأى للجسم ايه تأثيرا ولا لا؟ لان الروح بقية ولا مش بقية؟
والروح كانت فيه صلى الله عليه وسلم هو حي ولا لا؟ وباقية بعد انتقاله ولا لا؟ يبقى هذا جاي للروح ولا للجسم؟ يبقى الذي يرى أن للجسم تأثيرا هو اللي أقرب إلى الإيه؟ إلى الشرك. فاصحى يا غافل وانتبه إن كان لك عقل. والإمام ابن كثير المحدث المدقق لما ذكر قصة العتبي في تفسيره عند الآية الكريمة ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوه، وغيرهم لما ذكروا قصة الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القبر، أنت لست محققا ولا مدققا مثل ابن كثير، وكذب وبهتان. يقولوا هذا دخيل على ابن كثير، خلاص كله بقى دخيل، بقى كل التراث، وبعدين يدخلوا التراث يطبعوها ويفسدوها. يا أخي طب خلي عندك أمانة علمية، أحاديث ترفع من فتح الباري من أجل فكر قرن الشيطان من شرح الباري تحذف، وبعدين يدخلون على كتب تراث علماء الأزهر يعني بتحقيق وتعليق عشان يفسد من أهل عرفان الشيخ زرقاني رحمه الله، واحد من الفكر بتاع قرن الشيطان يجي يعلق عليه ويعمل يخربط في الآيات اللي هي المتشابهات. طب مين اللي بيتبع دلوقتي المتشابه؟ العلماء بيقولوا كذا وكذا والسلام عليكم. مين اللي عمل يفحر في المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. اصحى يا صاحي وانتبه إذا كان لك عقل يا عاقل، وارجع إلى أهل العلم في تخصصهم، وخذ العلم من أهله كما أمر الله، ولن نحيد عن العلم الذي تعلمناه من أهل التخصص، علماء ربانيين وليسوا مذهبيين ولا طوائفيين ولا جماعات ولا مذاهب ولا إلى آخره. هذا المكان الذي نجلس فيه رحم الله كل عالم وجزاه الله عن الإسلام والنبي والمسلمين خير الجزاء، هذا جامع الأزهر الذي خرج العلماء لله لا لفكر ولا لجماعة ولا لمذهب، لله فقط، إظهارا ونصيحة لله. أنا لا أدري ما الذي جراني، لكن على كل من فيه رسول الله رطب. لذلك أحد الإخوة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلوا آمين، يرينا صلى الله عليه وسلم مصداقا من رآني في المنام فقد إيه رآني، فإن الشيطان يتمثل حقا، فإن الشيطان يتمثل في صورته، فنسأل الله أن يمن علينا بذلك، يكرمنا بذلك، ولا يحرمنا أبدا ويزيدنا. فأحد الإخوة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فأخذ يسأل ويقرأ في الكتب، لأنه رأى الرسول جالس صلى الله عليه وسلم ومن حوله من حوله من أحبابه وهو يتكلم والنور يتلألأ من بين ثناياه. فلما عاد إلى سيرة النبي وكتب السيرة والثابت عن الصحابة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد فعلا في الكتب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم رؤيا النور يتلألأ من بين ثناياه، رأي العين. ونعوذ بالله من عمل بصائر وعمل قلوب، وألا يحرمنا نور نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن مين اللي كله راجع لمين؟ مين اللي عمله ومين اللي عمله كده عشان
هيعملنا هينزلنا ملك هنعمل زي الكفار لما قال عايزين ملك. طب لو كان ملك يبقى في صورة بشر. صلى الله وسلم على الهادي، صلى الله وسلم على النور، صلى الله وسلم على البشير، صلى الله وسلم على النذير، صلى الله وسلم على الرؤوف الرحيم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الهام، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.